تدري يا فريد، الصورة هذه لها ذكريات جدا جميلة. لو بتكلم عن الأحداث واللي مريت فيها، بتعرف إنه الرسم بحر من الأفكار والذكريات. ممكن تكون حزينة، ممكن تكون شيء من الغرابة. على فكرة أخوي فريد، تفضل. أنت ما سألتني عن الصورة. ما أبغى أسأل. ليش؟ طب خلنا نتكلم أنا. ليش ما تبي تسأل؟ خلاص بسأل. جزء من الألوان مختلف معي. الجزء الثاني هنا جزء مختلف، كريم كراميل، صح؟ ممكن تستغرب، صح؟ كريم إيش؟ كريم كراميل. كريم كراميل. يوم بالأيام أخوي فريد كنت محتاج إني أدخل للمطبخ فعلاً، وجوني ضيوف وحبيت أسوي مجموعة من الشوكولات. جميل. وبديت المرحلة وأدخلت الشوكولات في المكينة، وانفجرت المكينة وطلع جزء من المطبخ المتبقي هذا. من هنا؟ لا، من هنا على حجاجك الأيمن إلين أزرار الدرج. بس ما قلت لي عن صورتك. صورتك شو وضعها؟ تنصدم. أنصدم؟ إيه. معي تأمين، ما عليك. طيب. يا أخي قتبنا من الضحك. طيب تفضل. طبعا أنا كنت هذه كانت فرشة. فرشة؟ نعم. احترق البيت؟ لا. إيش؟ إيش درك؟ ما أدري بس. ما تدري صح؟ صح. لا أنا كنت ماشي بسرعة بعدين زحلقت. هذه أثار الزحلقة؟ إيه. كنت. طيب. وقفني هذا. بعد المسيرة الحلوة هذه أخوي فريد، قررت أسوي معرض. معرض؟ معرض ليس من نسج الخيال، معرض يجمع نخب من الرسامين أثق فيهم، ورح إن شاء الله أشارك فيهم في عدة مناسبات في داخل المملكة وخارجها. خلنا نتكلم عن الصورة هذه أخوي فريد. تفضل أخوي. مجموعة إنسان. هذه أنا وهذه أمي. الله يخلي عليك. وهذه أم من جاء يعني أم ال أم الجيران. أم الجيران. وهذا القارب. شف، نسيت. نسيت إيش؟ أنك متعجرف. ذكريات ما ودنا تنعاد، لكن أنا في هالمعرض راح أقدم شيء أفضل ما تتوقعه. للأسف أنت إنسان سطحي. سطحي. وأنت إنسان بلكونتي. هذول مجموعة من الرسامين. جميل. اللي فعلا لهم يعني جبتهم أنا عشان يكونون سند لي، عون وليس فرعون. فرعون. لأنه أعتقد تعطسنت خالد بخرب البرنامج خاص. رحمك الله. فهذول الرسامين أخوي فريد. تفضل. مجموعة فريدين من نوعهم. نوع. جبنا مجموعة من اللوحات يا أعزائي الرسامين اللي أنا اليوم فخور فيكم تشاركون معي في المعرض القادم اللي راح يكون في اليونان. صفقوا. عليك أمر الله أن تصفق. وبإذن الله إن شاء الله راح نقدم أفضل ما عندنا. لذلك كل واحد فيكم عنده قدامه. عنده قدامه كيف تجي؟ عنده قدامه. لا، قدامه مجموعة من الألوان ومجموعة اللوح أو اللوحة هي اللي راح ترسم فيها الشيء اللي أنا ممكن أنافس فيه. غمضوا عيونكم كلكم الآن. غمضوا عيونكم. وراح يكون معنا تايمر عد مدة دقيقتين. بعدين أنا أبيك تفكر في أي شيء ممكن تحتاجه في حياتك العلمية أو الثقافية أخوي فريد، وادخل إلى أعماق قلبك، إلى البحار، إلى الجبال. لا فكر. لا. وش ترسم؟ مش ممكن الرسمة اللي تطرأ على بالك الآن. فكر الآن. خذ نسيج. فكر. غمض عينك. فكر فكر. غمض فكر. عينك وفكر. فكر. عندكم عروض اليوم. فكر فكر. وداخلك رسمة شغف. قلب مجروح. روح. معدة منفجرة. ره. مرارة. رارة. لا تفتح عينك. فكر أكثر ما عندك. أكثر 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 أكثر. لا تفتح عينك. تأثر. تأثر. أبيك تتأثر. وبعد كذا لما تتأثر قل أنا تأثرت، بس برفعة اليد. قل أنا تأثرت. لا لا لا، وانت مغمض عينك يا وجه الفيش. غمض. قل أنا تأثرت. لا لا أنا تأثرت. لا أبغى
حماس اكثر. انا تركه. لا ابغى العقل الباطن هو اللي يتكلم. باطن باطن مو اليد. اي وين اسمع يا شباب تاثرتوا كلكم عندك اللوحه الان ارسم باقي دقيقه في التايمر الدقيقه لما تنتهي اعزائي الحبايب اعزائي الشباب ركزوا معي الان انتم في مكانك باقي في التايمر كم يا شباب ابعطيكم تجوني اللي يتاثر بس يرفع يده بناديه وانت في مكانك الان انت مكانك غمض غمض عينك ما انتهى التايمر شباب خلاص خلاص شباب هذا حلم حلم انا من زمان احلم فيه انت قاعد تاشر انت بس هو من نفسه كذا فعلا طالبينه كذا احنا باقي 2 ثانيه بعلمك حن لا تاشر دقيقه اصبر شوفوا شباب دعست فريق. الفن ها دعست الفن انا اعتذر انا ابغى الفن هو اللي دعسني تكفى اقوى اقوى تكفى شكرا الفن عظيم يا جماعة إذا ما احترمت الفن حيدعسك الفن اسمع نبضات القلبي تخيل أنك في غرفة مو بالعمليات لا غرفة الرسم لأن راح اللي ترسمه هو الشيء اللي تفكر فيه الآن في العقل الباطن ممكن تكون حبيب ممكن يكون حبيب ممكن يكون صديق ممكن يكون قريب ممكن يكون غالي على قلبك فقدته ممكن تكون سفينة في بحر النسيان ممكن يكون الأماكن مشتاقة لك ممكن تكون ما يطيق الصبرة أي شيء تفكر فيه ممكن ترسم الآن ودي كلكم صف واحد الآن لاستلام لوحات رسم عيشتني القصة عيشتني القصة فعلا فنان حقيقي كل واحد ياخذ من كل شيء واحدة لا لا صف لا لا كذا عشوائي ما نبغى ورا بعض 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 شوف 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 ورا بعض ورا بعض يا زعيزي طيب هم وراي ايش فيك ورا بعض ورا بعض معلش والله اسف ها لا الفن الفن ورا بعض ورا بعض الفن الفن يبغى له احترام الفن يدعسني يبغى له دقيقه انت من ايش تبي ايش تحتاج في الرسم تحتاج فرشاه فرشاه عطت فرشاه فريد فرشاه ايه ملمعات 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 لا 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 ملمعات لمعه يا لمعه بسرعه فرشة كبيرة فرشة كبيرة تفضل حبيبي بس حاصل بس ايش باقي؟ خلاص هذه هذه تفضل حبيبي خلاص هذا بيتكلم بالفن يكفي كله يكفي؟ بخاخ تبي قفازات؟ لا لا بخاخ خلها لا 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 تبي قفازات؟ قفازات يلا بس يلا قفازات ثنتين بالله ثنتين صار لهم شيء ارجوك بعطيك واحدة ثانية تكفى روح لوحتك وارسم اللي تكتب لا كذا بضيع وقتنا يا زعيم يلا طال عمرك مع السلامة بتسلم ايش تحتاج؟ جلوفز 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 شات 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 لا شاش شاش هذا كيبورد لا بس هبال لا غلط غلط لا 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 محروم منها محروم منها لا 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 محروم منها لا لا خليها لا 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 لان هي تعوره ايش بعد؟ ايش باقي؟ لا 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 لمعه 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 لا 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 ابي الفضي الفضي بس لا لا ما يحتاج لمعه اللي بعده يا شكرا الامير ايش تحتاج؟ هذا 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 وهذا هذا فن 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 ايش بعد؟ وفرشه فرشه لا فرشة هذه فرشة هذه كم مرة يا الحبيب هذا شلون دخل المعرض؟ كيف يدخل المعرض ذا؟ طلع طلع خلاص 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 يا الأخوة لو سمحت في عندكم دلة وهيل لا في أخلص علينا لا لا ترى معك تايمر يا زهراني هذه تحتاجها؟ أنت كفنان ايش تحتاج؟ لا البخاخ ما 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 لا ما يحتاج اصبر بسرعة خلاص يا أخي فارقني الله لا 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 لا, لا. الله يقلعك بلا استهبال شباب احنا ما 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 يحترم شباب كل واحد شباب انا ما يلا ما يحترم الفن تفضل يلا بسرعه بسرعه شباب بسرعه ارسل ما تاخر لان رسمك هو اللي بيحدد مصيرك ترى الفرشاه الحين زعلانه يا الرسم شباب لازم تختارونها بعنايه يا تكفى فريد فريد لازم يختارونها بعنايه تفضل يلا عادي اخذ الوان عادي لا لا اي خذ عادي خذ بس لا 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 عندك الوان هناك قليله قليله خلاص خذ اختار ابي هذا ولا احمر عشان انا عرفت وش برسم طيب يا توكل شكرا السلام عليكم ما يحتاج شيء هذا هذا عشان انا برسم شيء طيب تفضل تفضل شباب اذا سمعت صدى اعرف ان وقتك انتهى 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 وقتك خلاص خذ اللي بيدك بس امشي يلا خلاص تعبت خلاص اذا سمع الله يعين الفن عليكم اذا هذه النخب جالسه ما تحترم وقتها الله يسعدك حبيبي فعلا اليوم عندنا اليوم عندنا عرض اليوم عندنا عرض الله يسعدك انت اللي قاعد تتكلم انت اللي قاعد تتكلم الله يسعدك يلا يلا شباب كيف انت جاي تبع
حاطه. جاي من طرف المعيدي يا حبيبي. من طرف المعيدي. باكج 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 باكج. فكره بس. باكج. قلب مكسور. انا من طرف ابراهيم. طب تفضل. ايش تبي حبيبي؟ طرف ابراهيم تفضل. خذ راحتك. خذ راحتك. بس ما في وقت شباب. خذ راحتك. لا لا لا. شباب. 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 هذا هو الغطاء. يجيك غطاء. الفن نحترم. أرجوك ما في وقت يا أبو سالم. أبو سعد أني معها أنا. باقي معي ثلاثة استهبال. أنا وياه. هذا مو عصير يا كابتن. هذه بويا. بويا بويا بوي. لا لا بدي أخلطها ممكن. أخلطها أخلطها. تفضل عليك بالعافية. أبي فرشاة بس. فرشاة أخلطها أنا عادي وخلي باقي. إيه عادي. كيف حالك؟ بس لا لا أخلطها أخلطها مكانك. يا رب رباه. حبيبي حبيبي سلطان. حبيبي الله يسعدك. بعد فرشة شيء. الله يسعدك. تفضل. هذا عرضك اليوم. ها سلطان. طيب غيره تفضل تفضل. لا لا خلا الوان واجد هنا ابي الوان. طيب في عندك الوان هناك يا اخي في الرسم؟ في 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 اي نعم نعم تفضل. والله تعجبني تعجبوني انا قاعد اشوف ابداع هنا والله. ابداع ابداع فني. تكلم يا استاذي. السلام ورحمه الله وبركاته. قلم قلم ايش تبي قلم؟ تفضل يا ابراهيم. قلم ولا فرشه؟ لا قلم. الله يحييك. حط قلم. حط قلم. قلم من جيب قلم. القلم من جيبه. من جيبه قلم. سوسو من سوسو. كم عدد الأقلام جبتوها؟ وجيبوا الفاتورة. المعرض ذا كلفك كثير. لا هو يقول من طرفك يا. يلا حبيبي. يلا. في شيء ما عجبك يا أبوي؟ لا يا أبوي. نقفل المعرض. قفل قاعد تنظرنا مستحقار. لا بس أخذ الأصفر ولا التركواز؟ لا. كوستناي كوستناي. تشجع أنت؟ أشجع بدون تعصب رياضي. بدون تعصب رياضي. أشجعك. هذا بطل. هذا بطل. لذلك انا بصبغ وجهي. حبيب وهدال. يلا قلبي. يلا. طيب يلا شباب. وين كاميرتي؟ ودي اتكلم على الكاميرا شوي اخوي مشاري وابابا وجميع الكنترول. انا سعيد انه المعرض انطلق ايامه. تفضل. مثال فنان علي ولا فريد؟ لا لا فريد فريد. فريد. بسرعة بسرعة بدا يدخل في حالات. بديت حاطين الكاميرا الفن. شباب عطني الكاميرا. وين كاميرتي؟ هذه هذه. احمد الله على انطلاق المعرض اللي فعلا انا يعني اتمنى انه معرض يليق استحسانكم وايضا يكون من هنا من هذا المنتجع ينطلقون مجموعه من الرسامين. صحيح انه ما عندهم سالفه الى هاللحظه لكن في الختام راح تشوفون اجمل الانامل الجميله. أنا مؤمن فيهم وإن شاء الله بإذن الله ننتظر إن شاء الله كل واحد يعبر عن مشاعره في هذا الرسم. وأنا بعرف أنه طبعاً الكاميرا وينها أخوي هذه؟ أبا أفكر الرسام نفسه أفكر في إيش؟ أخوي فريد؟ فريد؟ تعال حبيبي تقدر تتكلم مع الكاميرا؟ شو قل لها؟ أنك فخور بالمعرض وأنه أنه أنه انطلق المعرض في حلته الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع أخوي مجموعة إنسان بدينا معرضنا. شفت شفت هذا يستاهل. شفت روح الرسمته. ايه روح تفضل. تكفى ابو هذال تكفى. طبعا لا لا دقيقه انا كاميرا معنا هنا. كاميرا تفضل. ايش تقول المعرض؟ المعرض طبعا جميل بالشباب اللي تشوفه استاذ مجموعه انسان. وجودك اضاف اضاف لهذه الشباب والنخبه. أتمنى أن نتنال على إعجابك لأنك عندك رؤية فنية طبعاً ما وصلوا لمستواك إلى الآن اللي أراه. لا أحد يصل إلى مستواك بشكل واضح واضح وصريح جداً. شوف 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 مجموعة إنسان شوف. ودنا نرسم ودنا نشاركهم عشان نرفع معنوياتهم أخوي علي. طيب تفضل. نبغى نرفع نبغى نرفع رتم الرسم عند الشباب. شباب يا شباب تبي بخار؟ إذا أحد ودكم يشاركه نعطيه لمساتنا خبرتنا في الرسم ممكن ينادينا. خلاص؟